حبايبي هنشوف النهاردة الأسعار إيه. إحنا النهاردة إيه؟ إحنا النهاردة 3/2 يوم السبت 3/2، عشان قبل كده لما صورت لكم الفيديو اللي فات كان يدوبك يومي، وعبال ما تحمل الفيديو تاني يوم كانت الأسعار زادت، فكله قال لي إيه ده الأسعار دي قديمة، الفيديو قديم. الفيديو ما كانش قديم، الفيديو كان يدوبك ساعات بس، ساعات الليل بس، يعني زي ما يكون نمنا وقمنا كده من الأسعار حاجة تانية خالص. فانا بقول لكم احنا النهارده اهو 3/2 يوم السبت 3/2، نشوف بقى الاسعار ايه، وحسب بقى ما يحمل الفيديو هيوصل لكم امتى. المهم ان احنا زي ما قلت لكم السبت 3/2 نبتدي كده. بسم الله. بصوا دي كده افنشي، ده سمن بقري طبيعي 700 جرام عامله 234. شيراتون، هي فين شيراتون؟ هي سعرها موجود بس مش عارفه فين. شيراتون 800 ب 349. في روز جاردن 700 عامله 249. الحلوب المثاليه 800 من 700، الحلوب المثاليه 800 عامله 349. لا دي تونه، حاجه تونه بخام العلبه. دي روز جاردن ده 140 جرام عامله 35. ها؟ عامله 35. كله زي بعض؟ لا كل نوع يختلف عن الثاني. رخيص. هي تعتبر اقل حاجه اللي هي دي 35 روز جاردن. كله 35؟ لا، في 3 ام جي 39 و 75 قرش. فدي يبقى ارخص، الروز جاردن ارخص ب 35. انا الارخص ده؟ اهي بصي الحمرا دي في بكام؟ في ب 10. ارخص حاجه اللي هي الحمرا دي، لا حول ولا قوه الا بالله لا يزيد. الناس عماله تدور على اقل حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص يبقى احنا وصلنا لغايه الحلوب المثاليه 800 عامله 349، فرن ال 700 عامله 324، فرن 324 ده 700 جرام. عايز تاني الاسعار عشان لو ايه راح مني سعر ولا حاجه او غلطت في سعر، لاني انا اول مره في حياتي ان انا اصور وانا متضايقه ومصدومه من الاسعار جدا جدا جدا. جولدن ميكس 700 عامله كام؟ 102. 102 دي كانت عامله كام؟ الكيلو ونص دي عامله كام؟ 210. اللي كانت عامله 195 دي. طيب نشوف فرن الكيلو كام؟ الكيلو 800 فرن عامله 822. يا نهار ابيض، كيلو و 800 عامله 822. الحلوب المثاليه ده كيلو 600 عامله 695. الحلوب المثاليه كده سعرها تقريبا زي ما هو، زي ما هو الحليب الحلوب الحلوب المثاليه سعرها زي ما هو، لكن فرن زايده قوي. جولد ميكس برضو زادت. طيب جنار، كل مره كنت اقول الجنار هي الوحيده اللي ثابته على سعرها ب 41 جنيه لغايه لما هي كمان زادت. دي كده ال 500 جرام عامله 50 جنيه النهارده، من يومين بس كانت عامله 41، يبقى دي 500 جرام عامله 50 جنيه جنار. طب نشوف جنه بقى. جنه كيلو ونص عامله 150، كانت عامله 135 او تقريبا، او 135. وجنه 700 عامله 80 جنيه. حول ولا قوه الا بالله. يبقى جنه 700 عامله 80، الكيلو ونص عامله 150. طب روابي هما كانوا معايا نفس السعر، ال 700 عامله 80 والكيلو ونص 150. هو الظرف اللي فوق بكام ما تعرفيش؟ روابي الظرف اللي فوق ظرف 350 عامله 40 جنيه، اللي كان من يومين عامل 35. ظرف فوق من روابي 350 عامل 40، اللي كان عامل 35. طيب كريستال، كريستال زادت تاني 700 جرام عامله 93. حول ولا قوة الا بالله، كده كريستال زادت مرتين في الاسبوعين اللي فاتوا دول، زادت مرتين كده، في منها الابيض وفي الاصفر.
ظرف تبارك ده 300 جرام عامل 35، ظرف تبارك 300 جرام عامل 35، وكريستال قلنا عامله 93. دي كده اسعار السمنه. طب نشوف اسعار الزيت. ايه حياه 700 عامل 56، ده كان عامل 52 ده حياه، هو مش موجود كمان تقريبا، كان عامل 52 56، كان عامل 52 يا حياه. كل ده زادت النهارده؟ لا زادت من امبارح. صاني عامل 65 ده 750، والمفروض ان في حياه عامل 700 ب 65. شوفي دوت في 56 البرج، مش عارفه البرج ده عامل 55، ده كان عامل 39.5. والله الصدمه طبعا في اسعار الزيت والسمنه وكل حاجه وكل حاجه. نقول بقى تاني برضو حياه، بس مش عارفه فين ده. 700 عامل 56، صاني 750 عامل 65، في البرج الفرنساوي 380 عامل 55، وفي طعامه 150 عامل 54، يعتبروا دول اقل حاجه، والكل عامل قطعتين فقط. انا خلصت كل عامل قطعتين فقط، يعتبروا اقل حاجه 55 البرج وطعامه 54، وتبارك 54 برضه، وتبارك برضه 54، 190 ده حتى الكيلوهات 650. لا في كيلو اللي هو الممتاز ده عامل 98، الممتاز ده كيلو عامل 98. البلانكا ده مش عليه سعر؟ 5 لتر. بلانكا 5 لتر والصافي 400، 4 كيلو 600، عامل 600 جنيه. كده زاد قوي قوي قوي. 600 جنيه 5 لتر. والبرج الفرنساوي 3 لتر 242. في بلانكا، بلانكا 750 عامل 89. لا الاسعار دوختني والله، الاسعار دوختني، الاسعار زادت قوي 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 عن اول امبارح بس. يبقى بلانكا 750 ملي عامل 89، التيرو ده 810 ملي عامل 73، ده ما زادش قوي، ده زاد حوالي 6 جنيه او 7 جنيه التيرو. جوزينيا عامل 55 ده 650، يبقى تبارك وزيزينيا، لا تبارك 54 وزيزينيا 55، وطعامه، طعامه 54 برضه، بس دول اللي كل عامل قطعتين فقط، اللي هو طعامه وتبارك وزيزينيا والبرج. هي زحمه جدا. نور ده 900 عامل 90، كايرو 700 ملي عامل 95، وريحانه ده 800 عامل 99. في يونجا ده 2 لتر و 730 عامل 295، يونجا لتر ونص عامل 212، سلايت 2 لتر وربع عامل 215، 2 لتر وربع 215، يونجا 5 لتر 600 جنيه قلنا عليه. في عافية ده 800 مللي، دوار ده عامل 90، سلايت 750 مللي عامل 75، هلا ال 500 مللي عامل 58، وال 750 مللي عامل كام؟ 87. هلا كريستال، كريستال اللتر 600 عامل 212، وال 5 لتر عامل 618، وكريستال ال 800 عامله 105. يبقى كريستال ال 800 عامله 105 ده دوار، واللتر 600 عامله 212، وفي 2 لتر و200 عامله 288، وفي ال 5 لتر عامله 618.
اللتر 600 كريستال دور عامل 242، وفي 3 لتر ونص عامل 512. تخيلة ال 800 كانت 72 جنيه، فكره بسيطه يعني. انا مصوره اول امبارح بصي مفيش ساعات وزادت، ما انا بقول لك مفيش ساعات وزادت، الاسعار كلها زادت. ربنا المستعان بقى. الأصيل ده 750 عامل كام؟ 105. عافية ال 800 عامل 105، يبقى عافية زي الأصيل. سلاية ال 750 عامل 95. عافية الرجل 600 عامل كام؟ 205. وعافية بلس اللتر 600 عامل 195. وفي عافية 2 لتر و 200 عامل 275. في ده كريستال 2 لتر و 200 كريستال عامل 325. وفي الأصيل لتر ونص عامل 210. صدمة طبعا، الناس مصدومة جدا، تعليقات الناس هنا فظيعة قوي على الأسعار بصراحة. حول الله قوة الا بالله. عافية ال 800 لتر 800 ملي عاملة كام؟ 105. نشوف بقى زيت الزيتون زيت برضو قد ايه. في واجي فود ده زيت زيتون بكر ممتاز، اللتر عامل 675. ده الغامق اللي هو اللتر الممتاز، واللابك ممتاز ال 500 ملي عامل كام؟ 319. وال 250 ملي عامل 210. لا ال 500 ملي البكر بس عامل 319، لكن اللي هو البكر الممتاز ال 500 ملي عامل 370. معلش والله اعذروني، انا مصدومه من الاسعار بجد والله. انا عشان كده عماله اعيد تاني في الاسعار عشان لو متلخبطه في حاجه. في نايل جاردن ده زيت زيتون بك 500 ملي عامل 285، وال 250 ملي عامل 165. وفي 250 ملي نايل جاردن بس اكسترا عامل 195، 250 ملي. في اوليفيا وان ده زيت زيتون سيوي لتر عامل 126.5. بصوا حتى السحب عليه ما شاء الله، عشان يعتبر سعره مناسب للاسعار دلوقتي للي هم طبعا بيفضلوا زيت الزيتون. اللتر عامل 126.5، وال 500 ملي عامل 86.25، وال 250 ملي عامل 51.75 قرش. من اوليفيا وان ده زيت زيتون سيوي. نشوف بقى روز جاردن فوق، في برضو روز جاردن فوق ده زيت زيتون سيوي ده عامل كام؟ 750 ملي عامل 325، 750 ملي عامل 325. مفيش الا الحجم ده بس اللي هو 750 ملي. في افانشي ده زيت زيتون بكر ممتاز 500 ملي عامل 298، وال 250 ملي عامل 175. مارفل ده زيت زيتون تونسي بكر ممتاز ال 165 ملي عامل 104، 165 ملي، وال 250 ملي عامل 155، واللتر عامل 499. واللتر في ازازه ازاز. جولد ده عامل كام؟ ده لتر عامل 499.
مارفل في علبة صفيح لتر عاملة 515، ده بكر ممتاز. والاتنين لتر بس نوع اسمه كونسول، 2 لتر في علبة صفيح بكر مكرر عامل، لا مكرر عامل 725، ده 2 لتر العلبة دي كده، 2 لتر 725. طبعا لاحظين ارتفاع الاسعار الجنوني في كل السلع مش في زيت وسمنه بس.